لله رب العالمين. السيد مدير مدرسة محمد الإدريسي، السيدات والسادة زملائي الأعزاء، الأستاذات والأساتذة الأجلاء، شنو نركب شي في ياسر الشقاء ديالي هذه العلامة الشقاء السوداء. إذن السيد رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ المدرسة، أصدقائي الحاضرين الكرام، أبناء التلاميذ النجباء، اسمحوا لي في البداية أن أشكر الأبطال العاملين بمؤسسة وأعضاء الجمعية على تحملهم عناء التحضير لهذا الحفل البهيج على شرفي. ما أثلج صدري وجعلني أطمئن أكثر بينكم مكرما بجودكم ومحفوفا بصدق حبكم، وكنتم دائما أصدقاء في الشدة، هذا ما عهدته فيكم. أيها الحضور الكريم، لم أكن يوما أظن أنني سأغادر المدرسة، هذه المؤسسة بتقاعد سابق لأوانه، ولكن الله اختار لي هذا القدر، وما الخير إلا فيما اختاره الله. سأغادر بالفعل، ولكن أبدا لن أتمكر لمكان تعلمت فيه كيف أحفو التعلم والمعرفة، وكيف أمشي بقامة منتصبة وهامة مرفوعة نتيجة سلوك تلقنته على يد أساتذة أفاضل. أجعل اسم محمد. سأغادر بالفعل، ولكن أبدا لن أتنكر لمكان تعلمت فيه كيف أحلو إلى التعلم والمعرفة، وكيف أمشي بقامة منتصبة وهامة مرفوعة نتيجة سلوك تلقنته على يد أساتذة أفاضل مروا من هنا، شمل الله برحمته الواسعة منهم أخواتا، وأسأل الله تمام العافية للباقين ما داموا أحياء. فأنا أشد على أيديهم وأرجوهم أن لا يسحبوها، لأني فقط أريد تقبيلها. هنا علموني كيف أحب. أحببت مدرستي، تغنيت لها مدرستي الحلوة. هنا أحسبت ألوان علمي فرسمته فوق القمم مرفرفا خفاقا في الأفق الأزرق. هنا تعلمت أن أحب وطني سرا وعلانية، كل هذا بفضل أساتذتي أسيالي. هؤلاء ودعتهم في 11 من عمري تلميذا، ومرت السنون وعدت إليهم ليستقبلوني في 24 زميلة. صدقوني كم أحسست حينها من بينهم محصنا ومدعما، وكل من جاء بعدهم فهم خير خلف لخير سلف. 32 سنة مرت كلها عطاء مع فريق ومع فرق تربوية متكاملة، بقينا على نهج أسلافنا نحب عملنا، جاعلين نصب أعيننا الطفل التلميذ رجل الغد تربيته وتعليمه وتكوين شخصيته، وفقنا الله جميعا فما من ولي للتوفيق سواه. الكلام على هذه المدرسة طويل جدا طول تاريخها، فكل من شرب من بئرها لن ينسى عذوبة مائها الزلال، فكيف لي أن أفارق مكانا كان لي في تربيتي وتعليمي مهدا، ولو خيروني قبري لاخترت ثراها الطيب لحدا. أشكركم جميعا من جديد، والله على صدق حبي لكم شهيد، والسلام عليكم ورحمة الله.